الحمد لله رب العالمين أنه المعهد في ضمن جائحة كورونا تمكن من تخطي فترة كورونا بنجاح ولله الحمد، من بين عدد محدود من المعاهد اللي في على مستوى المملكة العربية السعودية تجاوزت الجائحة. الحمد لله معهد التقنيات الصناعية العالية للتدريب كان أحد هذه المعاهد اللي تميز بأنه تحول إلى التدريب عن بعد، وبالتالي كان عندنا منصات وعندنا وسائل تدريب عن بعد بالإضافة إلى التدريب الحضوري، فكان تدريب مدمج ومميز في نفس الوقت. السبب السابع أعزائي هو المرونة، ولما أقول مرونة يعني لدينا برنامج صباحي من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا، وأغلب اللي يسجلون فيه هم ناس متفرغين للتدريب، وأيضا لدينا برنامج مسائي من الساعة 4 العصر إلى 10 بالليل، وأغلب المسجلين فيه أناس موظفين في وظائفهم ويحب أن يطور من نفسه أثناء العمل أو يبغى يترقى في وظيفته، وبالتالي الدوام بعد دوام المعهد يصير بعد دوام الوظيفة اللي هو بيها. أيضا التسجيل متاح كما ذكرت لكم، يعني من ضمن المرونة التسجيل متاح حتى لمن لديه 10 أو 15 سنة منذ أن تخرج من الثانوية. أنت مو لازم تكون الآن خريج جديد عشان أجي أقول لك والله خلال آخر 5 سنوات كما بعض المعاهد أو الجامعات الحكومية. لدينا استثناء لأن احنا تبع التدريب الأهلي، مسموح لك أنت كمتدرب حتى لو شهادتك من 20 أو 30 سنة يمديك تجي وتدرس وتسجل عندنا. أيضا موقعنا سهل الوصول في الدمام في حي الفيصلية على تقاطع طريق الجبيل الظهران مع طريق الملك فهد، وبالتالي المكان جدا سهل الوصول له، يخدم أناس كثيرين في الدمام، في القطيف وضواحيها، في بقيق، في الخبر، حتى الجبيل وراس النورة ناس يسجلون ويجون عندنا. في عندنا أيضا متدربين من الأحساء أوكي، وفي أيضا تعاون معهم بأن تكون جداولهم مثلا الحضور لبعض الأيام أو جداول الحضور مرنة إلى حد ما، بحيث أنه نراعي ظروف بعض الموظفين اللي عندهم استثناءات أو أمور. أعزائي أيضا التدريب متاح لك، هو طبعا البرنامج 2.5 سنين، لكن إذا أنت مريت بظرف ما وحبيت توقف التدريب لأي سبب كان، فعندك متاح لك الإيقاف المؤقت. أنت عندك 5 سنوات لإنهاء البرنامج، فإذا خلال 5 سنوات خلصت أمورك تمام،